خلال تواجدنا وعملنا بلدية بغداد جديدة برفع المشوهات والتجاوزات من الشوارع العامة وتوجيه الإنذارات قبل رفع التجاوزات، ومن خلال عملنا تلاحظنا بوجود سيارة بها 3 أشخاص تم الاعتداء علينا بسكينة قاموا يعني حقيقة، وتم ضربي على رأسي في الشارع العام حقيقة بدون سبب، وسبب شرج برأسي تقريبا 7 خياطات موجودة بالرأس. فهذا الموضوع صار بدون سبب وبصورة همجية حقيقة يعني زين، وهذا ما نحسب على المواطنين على كل مواطن، وإنما نحسب على المواطنين يعني القلة القليل يعني، لأن أكو أكثر الناس المواطنين متعاونين حقيقة بالتجاوزات أو برفع تجاوزاتهم، أكو ناس توعية بس أكو ناس همجيين قلة القليلة اللي قامت بهذا الفعل، وإحنا من خلال هذا تم إلقاء القبض عليهم من القوة الماسكة الأرض الاتحادية وتم تسليمهم لمركز شرطة الأمين. المكان بلدية بغداد جديدة شارع الجمهورية شارع 30 يسمونه الأمين، أي في هذا المكان اللي صار. لا شارع عام اللي أكو ذات المشاريع اللي يشتغل برفع المشوهات وتوسعة الشارع من خلال أكو تجاوزات وقاعد نعطي إنذارات من هذا وصار هذا الحادث خلال هذه الفترة. مهندس انور صبيح كاظم بلدية بغداد جديدة مسؤول شعبة التجاوزات.